المنتدى العالمي لتدريب المهندسين الشبان رهان حقيقي في الاستثمار بطاقات الشباب القادرة على صناعة الفارق وتحدي الواقع، بل أصبحت المخرجات من المهندسين الشبان في أعلى مستوياتها، لا سيما مع الاهتمام الكبير من الدول لإعطاء الشباب فرصة حقيقية لخوض المشاريع وتنفيذها بطاقات وطنية. لذلك احنا نتكلم عن يعني الشباب والشباب الكويتي الطموح، هناك مجالات عنده ان شاء الله يعني نعمل فيها، يعني لكم مساهمات بالسابق، والان نتكلم عن خطه تطويريه كبيره جدا بهيئه الصناعه بمدن صناعيه مختلفه. حاولت ان شويه كلمتي تكون خارج المألوف، واذكر بعض النقاط السريعه جدا التي تخدم أو توصل الرسائل الحكومية للشباب المهندس. المنتدى سيتناول ورش عمل متعددة سيحاور فيها أصحاب الخبرة والقيادة لتنمية مهارات الشباب المقبلين على الدخول في سوق العمل. لله الحمد، تجاوبت الحكومة معنا من أجل توسيع مشاركة المهندس الكويتي في القطاع الخاص ورصد سوق العمل الهندسي الذي يحتاج لمزيد من أبنائه الكويتيين، ونحن نعمل حاليا لدعم تنفيذ اعتماد المهندسين الأشقاء والأصدقاء العاملين في دولة الكويت، وقطعنا شوطا كبيرا بهذا المجال بالتعاون مع جامعة الكويت وجهات الاعتماد الهندسي العربية والعالمية. ضخ دماء جديدة وعدم الإخلال بتبادل الخبرات العالمية سيثري مؤكدا العمل الميداني للمهندسين الشباب، والذي ينتظرهم مستقبل كبير بتبني المشاريع الصغيرة والمتوسطة كبداية صحيحة لمشاريع عملاقة منتظرة. راد شمري لتلفزيون دولة الكويت.